أولاً قطاع النفايات أو النفايات تحدي عالمي، مش تحدي بس في المنطقة، على مستوى العالم. أوكي. إنتاج النفايات اليوم في العالم 2 مليار طن سنوياً، هذا ما يعادل 330 هرم كبير سنوياً من النفايات. هذا متوقع في 2050 يرتفع للضعف 4 مليار طن، ف 660 هرم سنويا من النفايات. فهذا يعني تحدي كبير، وتكلفة على العالم حاليا ممكن في حدود 300 مليار دولار سنويا. المنطقة فيها نفس التحدي، وعشان نقدر نواجه المشكلة هذه أو التحدي هذا بفاعلية يحتاج الموضوع استثمار في بنية تحتية لإدارة النفايات بشكل فعال. الاستثمار هذا طبعا ما حد يستثمر يرمي فلوسه، يعني يبي مردود. المردود هذا ما يتحقق في البيئة الموجودة حاليا، بيئة غير رسمية. إيش معنى الغير رسمية؟ معناها إن في طرق بدائية وأفراد داخلة في سلسلة القيمة لإدارة النفايات من البداية للنهاية، من أول الجمع من البيوت ومن الشوارع، وممكن شفتوا ظاهرة الدباشين، للنقل، وأيضا يعني للتعامل التجاري في الموضوع هذا. في الموضوع أكبر من موضوع نباشين، موضوع منظومة متكاملة تعمل في خلينا نقول السوق الرمادية في مجال النفايات، وفيه يعني منظومة اقتصادية متكاملة وأرباح عالية في المجال هذا. إذا حبينا أن نقنن الموضوع هذا وأن نطور المطلوب، الاستثمار ما حيجي والقناة الموازية هذه شغالة وتأخذ القيمة من النفاية، وما يظل في النفاية إلا الشيء عديم القيمة. فضروري يتم التقنين هذا. الإمكانيات الاقتصادية كبيرة جدا، والفرصة الكبيرة، ويعني ممكن موضوع النفايات هذا لو نرجع بس 5 أو 6 سنوات ونتكلم عليه في المنطقة ما ياخذ حيز من الأهمية، بس حيز الأهمية للملف هذا زادت اليوم، وأنا أتصور أن في المستقبل حنشوف تركيز أكثر على الموضوع هذا واستثمارات كبيرة في المجال.